السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة الحريات العامة، وشفنا حرية تعريف بحرية التعبير والرأي، شفنا الحدود ديالها، شفنا التعريف والحدود. ولكن في هذه الحصة هذه غنشوفوا بدايات ديال حرية الرأي والتعبير، لأن غنديروا واحد المقارنة باش نعرفوا باش يتميز لنا الموضوع ديالنا. إذا غنديروا واحد المقارن بالمجتمعات الأخرى ديال البدايات ديال حرية ديال الرأي والتعبير. وغنطلقوا البداية كانت في إنجلترا، وكترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي والتعبير إلى بداية العصر الحديث في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنجلترا سنة 1688، ونصبت الملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية من إنجلترا على العرش. وبعد سنة من هذا التاريخ أصدر البرلمان البريطاني قانون حرية الكلام في البرلمان. البداية في فرنسا، وبعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في عام 1789 عقب الثورة الفرنسية، الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة أمريكا في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا، ولم تفلح الولايات المتحدة في تطبيق ما جاء في دستور أو في دستورها لعام 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير، حيث حذف هذا البند في عام 1798، واعتبرت معارضة الحكومة الفيدرالية جريمة يعاقب عليها القانون. كما لم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض. وكان جون ستيوارت ميل مؤسس حرية الرأي والتعبير كيعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل اللي كان في 1800 إلى حدود 1873، جون ستيوارت ميل من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقي في نظر البعض. وقال: إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقد يملك رأيا مخالفا، فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة. وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميسيوا لحدود حرية التعبير عدم إلحاق الضرر بشخص آخر. أما الجدل الفلسفي حول ما يعتبر ضررا، فيختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. فجون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن الفائدة التي تعود على أكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا. وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل الأخلاقي سيئا حتى ولو عمت فائدة من القيام به. وأسندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة. وكان توضيح هذا الاختلاف عن جون ستيوارت ميل، وكيعتبر أن الكتب على سبيل المثال مقبولة إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة، على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفا سيئا حتى ولو كانت عواقبه جيدة. إذن كنظن إلى هذا الحد نقف إلى
لنعود إلى حصة قادمة، ولا يبقى لي إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح.